السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم غادي نشارك معكم روتين جد بسيط او مينو روتين اذا صح القول، ميني روتين ديال الليل. داكشي اللي غادي ندير هاد الليله ان شاء الله، غادي ندير واحد الماسك اللي هو غافريشيسون مع عباره عن خيار والجيل ديال الالوفيرا، كنديروه في الوجه ديالنا ولا تحت العينين، سورتو تحت العينين، وكنخليوه كنديروه كيوبس، كنديروه قطع ثلجيه في الثلاجة وكنجبدوه مره كندوزوه على وجهنا. كيف ما كتعرفوا فوائد كثيره ديال جيل الالوفيرا. انا عندي زرعه في الجرده ديالي، ما كيخطانيش، ولا تزرعوه في محبقات في السطح، اللي عنده شي محبق يدير فيه الالوفيرا وراه كيكبر دغيا وكيخلف. فين ما كتقطعي شي وحده كتعاود ترجع الوغ، كما قلت لكم فين ما كتقطعي شي عريش ديال الالوفيرا او غصن من الالوفيرا دغيا كيرجع يكبر دغيا كيخلف. ولكن قبل ما نوريكم الوصفه ديال الجل، انا غادي نوجد فطور ديال غدا الصباح ان شاء الله، اللي هو عباره عن شوفان وغرين دو شيا. الاسم ديالو اوفر نايت اوت، يعني الاوت اللي هو الشوفان كيبقى اوفر نايت ليله كامله، في عود ما نطيبوه هو كي بحال كيترقد، ومع لي غرين دو شيا كيعطي واحد لا تيكستور اللي هي زوينه، وكيجي بنين للفطور ديال الصباح، سورتو فصل الصيف كيجي بارد لانه كيبقى في الثلاجه، كيجي بارد ومنعش. في عود ما يعني كاين اللي كيبغيه سخون كاين اللي كيبغيه بارد، انا مره كنطيبو يعني كيجي سخون كنقطع فوق منه البنان، ومره كنديرو اوفر نايت في الثلاجه وكيصبح موجود. وبالنسبه للمقادير، انا كندير مقادير عشوائيه، يعني عينك ميزانك، كديري شويه ديال الشوفان على حسب الاحتياج ديالك والفطور ديالك شحال غيقدك ولا شحال نتوما ديال الناس في الدار. انا كندير شويه ديال الشوفان، كنزيد معاه شويه ديال غرين دو شيا وكاس ديالنا دانون اللي هو ناتور مسوس، شويه ديال البودره ديال الكاكاو والحليب. هادي هي لا تيكستور ديالو، كنخليو له شويه ديال المجال غرين دو شيا كيتنفخوا، والشوفان حتى هو كيتنفخ. على فكره انا درت الشوفان الرقيق الانستنت اوت اللي ماشي الشوفان اللي الكبير، كنديروا داك الرقيق كاع لان باش يهرى دغيا ويكون لا تيكستور ديالو بحال طايب. كنعمروا في هاد الكويس، كيجي بحال ان ياغورت على الصباح كتاكلي، ولا ديري في ان بول كيكون جاهز غدا الصباح كتلقايه واجد باش كتفطري. الوغ لغد ليه كيصبح واجد، كنقطعو فوق منه شويه ديال البنان ولا لي فريز، وكنزيدو معاه شويه ديال العسل ولا سكر بني على حسب كل واحد كيفاش كيبغي يحليه. وهذا هو الجيل ديالنا. المقادير ديالو او المكونات ديالو جد بسيطه، عباره عن مكونين فقط، اللي هو غصن ديال الوفيرا ونص خياره ولا اربع خياره على حسب. انا قلت لكم كنديرو تحت العينين الهالات السوداء والوجه كامل، وكنخليه كنديرو في الايس ديال لي غلاسون، كنديرو في الفريغو، وكنبقى نجبد منه وحده بوحده كل نهار، كنجبد وحده كندوزها على وجهي
كيعطي نضاره ولمعان وكيرطب البشره زوين بزاف. البنات هاد لو جيل زوين بزاف، كيغافريشيسي البشره ديالك وكيعطيها نضره ولمعان، و او ميم طون الفوائد ديال الالوفيرا والخيار راهم معروفين. كنقطعوا هاد الشويه ديال الخيار اللي عندنا وكنزيدوا عليه لو جيل الالوفيرا غير بشويه، ملي تكونوا كتقطعوا غير بشويه لانه كيتزحلق بزاف ويقدر يزهق والموس. زعما فو فيت اتونسيون ملي تكونوا كتحيدوا هاد لو جيل الالوفيرا من قلب الغصن ديالو. تبارك الله خيرات كبيره كبيره ومنافع كبيره في هاد لو جيل الالوفيرا سبحان الله. والقطعه حتى هي كتجي مزيانه، انا زرعاه في الجرده وعندي في محبقات، يعني قلت كما قلت لكم راه دغيا كيطلع ودغيا كي الزرعه ديالو سهله يعني ما كتعذبش اوبسي وكيزهق كيزهق دغيا كيزهق. كنديرو هنا في الخلاط الكهربائي عادي ولا في الهاند بلندر وكنخلطوه باش كيولي ان ليكيد جيل. الوصفة جد سهلة جد سهلة، غير ما تعجزوش عليها البنات، كونوا نشيطين وديروها في الليل ولا بنهار تصلح حتى بنهار، سورتو ملي كيولي ملي كتجمدوه في المجمد كيصلح مزيان للصباح، كيعطي غافريشيسمون للوجه والهالة السوداء. هادي هي لا تيكستور ديالو، لا تيكستور مقبولة يعني ما كيلصقش، ما لا تيكستور ديالو مزيانه انجيل كي. وكما قلت لكم في اول فيديو ليا ديما جربوا في الظهر ديال اليد البنات واحد لايك 5 دقائق، باش يعني كاين الناس اللي كيبغيو يديروا اول وصفه اول مره كيدير لهم حساسيه، الوغ ديما كنجربوا في يدينا في الظهر سورتو في الظهر ديال يدينا وكنخليوها 3 ل 4 دقائق كنغسلوها وكنشوفوا الا ما دارتناش حساسيه عاد كنديروها في وجهنا. وكان هذا هو ميني روتين ديالي ديال الليل، كنتمنى نلقاكم بحول الله في فيديو قادم ان شاء الله.